السلام عليكم. نهار جديد، طوري جديد، طوموبيل جديده. الاستاذه كاش من طوري جديد. حنا اليوم راه عندنا ريفيو. الاستاذه عطانا تقاد لينا الكاميرا وتقاد لنا المايك، بغات تبدا لكم الريفيو وقالت لكم ستوري جديد. وديما انا معاه ما كنصورش اليوم، بغيت نبدا. مرحبا، هذه هي الفرصه ان شاء الله. شنو نعطيوك دير ريفيو ان شاء الله، غيكون شي ريفيو خاص ان شاء الله. علاش قالت نهار جديد ستوري جديد؟ حيت في لي باج ديالنا ديال طونجي كودين، باج انستغرام او لي فيسبوك، كنديروا لي ستوري يوميا. ديما كنبداو بنفس الطريقه اللي باش بها الاستاذه لطيفه، اللي هي بونجورنو، نهار جديد، ستوري جديد، اوتوموبيل جديده. نبداو الريفيو ديالنا على بركه الله. مزيان دابا الصوت الصوره مزيانه؟ كلشي مزيان، سير توكل على الله، على بركه الله. اكسيون. مرحبا بك في حلقه جديده عن طونجي كودين. حلقه اليوم حلقه خطيره، غتكون عامره بزاف المعلومات. حيت علاش؟ غنهضروا على واحد الليجوند اللي كاينه عند فولكسفاجن، اللي هي الجولف. اون فوا كتسمع لا كاروسري كومباك اوتوماتيكمون الجولف. اش من جولف؟ كامل من واحد حتى لثمانيه، ثمانيه لي جينيراسيون دازو في الجولف. هذه الجينيراسيون الثامنه وهي سانكيام جينيراسيون في الار، حيت عندنا لا فيرسيون جولف ويت ار. جولف ويت ار فول عامره ما نقولكش. الوغ غتعطيني ودنك مزيان، نخليك مع هذا السينيماتيك، شوف الطوموبيل اون ديتاي وترجع عندي وانا نعطيك المعلومات حتى هما اون ديتاي. يلا. جولف ويت اللي معنا حنا في المغرب، اللي معروف عندنا بزاف، ستايل تي دي اي عاديه. كانت ملي كنطلعوا شويه لاكام كندوزوا للجي تي دي، من مور جي تي دي كندوزوا للايرلاين. الايرلاين بريسك لو لوغو ديال الاغ، ومع الاغ في حال في حال كاين اختلاف بسيط. خصك تشوف لاباج ديالنا، مهم تدخل لاباج ديالنا. علاش؟ هاد لي ديتاي ديال الفرق بين لي لوغو الاير والايرلاين كنبارطاجيوهم تما. ما علينا، تجيبها الوقت ونعاود نهضر عليهم. من مور الايرلاين كاينه لا جي تي، من مور جي تي كاينه اختهم الكبيره اللي هي هذه معنا، لا ليجوند جولف ويت ار. جولف ويت ار فول اوبسيون، غنمشيو معاها اوبسيون با اوبسيون. غنهضروا عليها، غنهضروا على كاروسري، غنهضروا على الموتوريزاسيون. اول حاجه نبداو بها هو الموتوريزاسيون. هما بارك ايكيبي بموتور 2 لتر تيربو، 320 الخيل، 450 نيوتن متر في الكوبل. البوا ديالها 1554 كيلو بمعدل 4.85 كيلو لكل خيل. 4.85 كيلو لكل خيل. بغيتي تفهم هذه المعادله، مع اللي كتكليكي على اللين اللي الفوق، راه ديجا درنا على الغوبخوغ ستاج 1 ودرنا لي ديتاي علاش كيحسبوا بالخيل وعلاش الاش بي وكيفاش الكوبل وشنو هو لا بويسونس والفرق بينه وبين الكوبل. هذا الشيء كامل هضرنا عليه في حلقه درنا على لاغوبخوغ. الو دخل تفرج ملي سال هذه الحلقه ان شاء الله. قلنا المعدل ديال 4.85 كيلو لكل خيل. من 0 ل 100 هاد الطوموبيل دارتها في 4.7 ديال السكوند. لا فيتاس ماكس ديالها هي 250 كيلومتر في الساعه، ولكن كاينه واحد النقطه اللي خصني ضروري نهضر عليها، بلي هاد الطوموبيل راه زادت 13 خيل دو بلوس على 320، يعني 333 فين؟ في حلبات نوربرغرين في المانيا. هاد الحلبه اللي هي خاصه بالسباقات وكاع لي كونستريكتور كيديروا فيها لي تيست ديال الطوموبيلات اللي كيخرجوا جدادين. وهاد الحلبه غنشوفوها ملي غنكونوا كنهضروا على لي مود درايف سيليكت في الطوموبيل. هاد الحلبه هادي فيها لي فيراج بزاف خطيره، ممكن دير فيها دي تيست درايف اللي هما خطيرين، وهذا الشيء كيبقى خاص بالكونستريكتور وبالطوموبيلات ديال السباقات. بغيت نقول لك بلي هاد الجولف ويت زادت 13 الخيل تما في ديك الحلبه هذيك، يعني وصلت لا بويسونس ديالها 333 اش بي، ولا فيتاس ماكس زادت ب 20 كيلومتر في الساعه، يعني وصلت 270 كيلومتر في الساعه في ديك الحلبه. بالنسبه لا ترانسميسيون، هذه عندها لا ترانسميسيون بات فيتاس دي اس جي 7 رابور بارابور الجولف 7 ار اللي كان عندها 6 لي رابور. وبالنسبه لا بويسونس نديرو مقارنه خفيفه بينها وبين الجولف 7، زادت 20 الخيل فولكسفاجن، زادوا 20 الخيل في هذه بارابور الجولف 7 ار اللي كانت كتجيب 300 الخيل. وبالنسبه لاتراكسيون هذه عندها الدفع الرباعي 4 روموتريس، الروايد باربعه كيجروا، وهذا الشيء عادي وتقليدي عند فولكسفاجن. فولكسفاجن ديما في الجولف ار كدير 4 روموتريس. لا جي تي اي الاخت الصوره ديالها ما كتكونش 4 روموتريس، كتكون كتجر عامل جوج الروايد. نقادو هذه الساعه هذه باش المعلومات يخرجوا بوحدهم كيجريو. عودة الى الموضوع، هذا كل ما يخص لا ترانسميسيون والموتوريزاسيون توسكي بويسونس. نشوفوا دابا ليكيبمون ديال الطوموبيل، ليكستيريور، لا كاروسري، ونهضروا على لي زوبسيون شويه. يلا.
نبداو على بركه الله بلابارتي افون القدام ديال الطوموبيل. اول حاجه نقولها لك هو اي نقطه واي تعليق واي رمارك كنديرها كيبقى رايي ديالي اللي هو خاص، حيت نقدر ندير انتقادات، نقدر ندير لي بوين، نهضر على لي بوين فور ديال الطوموبيل، ونقدر نهضر على لي بوين اللي هما ناقصين. اي بوين هضرت عليه بانتقاد اولا بحاجه عجبني كيبقى الراي ديالي، نقدروا نختلفوا انا وياك، ولكن الاختلاف عادي، الاختلاف بالعكس كيوصل المعلومات اكثر. نختلفوا انا وياك نهضروا تقنعني ولا نقنعك، ولا قنعتينا تعطيني معلومات زايدين، ولا قنعتك نعطيك معلومات احسن من اللي كانوا عندك. نرجعوا بريزونطاسيون ديال لابارتي افون. بالنسبه للغولف ويت حافظت على الجينات ديال الغولف، يعني بقات ديك الشوفات الغولف هي هي، واخا هي هذه اللي قالوا الناس وعلى ما شفتها انا كتبقى موا اغريسيف بارابور الغولف 7. بحال اللي كتشوف الغولف 7 شي واحد مخنزر من بعد برد شويه، هي الغولف ويت هكا تفسير بلدي، تفسير مغربي 100%. ايكيبي بلي لي زوبتيك تكنولوجي الاخر عند فولكسواغن اللي هي الاي كيو لايت. الاي كيو لايت ديجا هضرت عليها وديجا شرحتها في الحلقه في يوتيوب كيفاش كتخدم، تكنولوجي خطيره اللهم بارك. حافظين على الليد افون او الفجور اللي هو هذا، حاجه وحده اللي زادوا فيها، زادوا فيها هاد لالين، فوالا هاد لالين اللي كتضوي كتضوي بالليل في لاكالوندر. لاكالوندر صغيره شويه بارابور الغولف 7، جي مسليمي، ولكن كما قلت لك باقا محافظه على الجينات ديال الغولف اللي هي الار كيجيو الكالوندر و لا غري سونترال كيجيو خطوطه. باغ كونتخ لا جي تي اي كتجي فيها نيضاباي اللي هي خليه النحل، بقاو محافظين بجوجهم على هاد الجينات هادو. بالنسبه لاغري سونترال الكونسيبسيون ديالها ماشي اعتباطي وماشي طاح بوحدو من السماء، لا هادشي مدروس، هنا كاينه واحد الايروديناميك خطيره، يعني الا حققتي مزيان يبان لك تقابي واسعين. لاسبيراسيون الطوموبيل خاصها تبرد سيرتو رادياتور اللور اللي كيعاون اولا اللي عنده دور كبير في السيركوي دو فرواديسمون اللي كيبرد الموتور. الطوموبيل ما شاء الله تري بويسون طالعه بزاف، الوغ خصنا نبردو باش الموتور ما يوقعش ليه حتى مشكل. كنعاونو بالايروديناميك على حساب لا فيتاس في الطريق، وكنعاونو الايروديناميك على قبل الريح باش يدخل باش يبرد لنا الطوموبيل. بالنسبه للبارشاك افون كما العاده الغولف 7 غولف 6 الغولف 5 والغولف 4 اللي هي اول اصدار ديال الار كاملين ما فيهمش في الار ديالهم لي زونتي بغويا. هذه السياره رياضيه ما نحتاجوش حنا ضوء الضبابه، يعني هذه عطينا واحد اللمسه رياضيه وخرجناها للشارع. الوغ هنا ما كاينش لي زونتي بغويا، لي سونسور ديال القدام، رادارات القدام. وبالنسبه هذه راه ايكيبي بلو بارك اسيست، ان فوا كتشوف هذا الرادار هذا اللي في الجنب الرادار لاتيغال عرفها باللي ايكيبي بلو بارك اسيست كتباركي راسها. هذا كل ما يخص القدام. ما ننساش الاشاره، اللوغو اللي محطوط في الكالوندر، لوغو ماغبغ او لا ميغوار زاجا، هذا هو جينيراسيون الاخرى ديال لي لوغو د فولكسفاغن، راه تلقاه في طوموبيلات بزاف بحال تيغوان باسات لي جينيراسيون 2021. لوغو ار جديد اول اصدار ديال الار كان في هاد لي جينيراسيون هادي، عكس الار اللي كان قبل كان شويه تقليدي، هذا كيبان شويه اغريسيف. ديجا هضرت وقلت بلي كاين فرق، كنقولها في لي باج ديالي، كاين فرق بين الار هادي والار ديال الايرلاين، كيبانوا في الشكل بحال بحال، وحده فيهم كتجي عامره، ما كنهضرش على الكالوندر لاتيغال وفي الانتيغيور. الار ديال الار موتور اسونس كتجي عامره، والار ديال الايرلاين كتجي خاويه من الوسط. من بعد نشوفوا هاد لي ديتاي ان شاء الله. ندوزو لابارتي لاتيغال الجناب نهضروا عليها حتى هي، يلا نبداو بالكوتي لاتيغال ولاتيغال افون اللي هو الجناب. اتبان لك هنا اي كيو لايت مشيه، اي كيو لايت مضروبه هنا، واتبان لك الاي كيو لايت في لا لوب انتيغيور، يعني ما عندك فين تلف. هادو جينيراسيون جديده اللي هي الاي كيو لايت. نهضروا على كوتي جونت، اسمح لي بعدا الا بانت لك الطوموبيل شويه مكرفصه، المهم هو الجوهر. شنو كيقولوا لنا شدي، المهم هو الاخلاق ماشي المظهر الخارجي. حتى حنا الطوموبيل المهم عندنا هو الجوهر، علاش نهضروا ماشي لي طاي اكستيريور واش نلقى ولا لا. بالنسبه للغولف ويت الار ديما كتكون ايكيبي ب 19 بوس بحال الغولف 7. لا فورم ديال لي جونت خطيره بزاف، هذه جات لي جونت فول بلاك، كاينين لي جونت اللي كيجي فيهم الكروماج مي كيبقاو نفس لا فورم ديال الار، ومكرافيه فيهم الار هنايا باش ما تلفش عاوتاني، راه كيفكروك انت غادي وكيفكروك
انك راك انت في الجولف اير، راه ماشي في اي جولف، راه جولف اير هذه. وبالنسبه للوغو ديال المويو او الكاش مويو، هذا اللوغو ديال الجينيراسيون الاخيره ديال فولكسفاغن كيما شتي في ديسترونيك. نهضروا دابا على الفريناج اللي هو صراحه حاجه اساسيه في الطوموبيل. قد ما كانت الطوموبيل بويسون ومجهده خصك تفكر حتى الفريناج، ماشي انا عندك سيري مي ملي نفريني نلقى الفريناج. الوغ هنايا راه ايكيبي بدي دي زيتري او لا سيستيم دو فريناج 100% فولكسفاغن ار بلو مغرافي بالار ديال فولكسفاغن. دو بيستون القدام، دو بيستون باكونتر لاغيير نشوفو دابا شحال فيهم بيستون. خليك معايا ما تزربش. لي ديسك دو فران كيجيو نوعا ما عراضين بارابور الجولف 7، وكيجيو فيهم واحد لي طرو متقبين على حسب التبريد، فريناج، الفروتمون، الاحتكاك، فريني زيد فريني كيسخنوا. الوغ الحديد مع الحديد كيسخن، خصنا نبردوه. شنو باش نبردوه؟ جوج طرق، لا فورم ديال الجانطه اللي هي زواقه او ميم طون كتدخل الريح بحال الفرفاره باش كتبردنا الديسك فران، والتقابل اللي فيها حتى هما على قبل الغفواديسمون باش كيبردوا. هذا هو الدور ديال هاد لي طرو هادو، ولا فورم لي جونط بالدرجه الاولى من غير الاستيتيك. باش تخرج اللوك وتخرج التكنيك اللي هو التبريد، خصك تكون سميتك غولف ويت. في الكوتي لاتيرال لي زومبليم لاتيرو اللي فيهم الار كما هذا تذكير بلي حنايا في الغولف ار، ولي روتروفيزور، لي روتروفيزور اللي ولفنا في الغولف 7 كيجي اون كروم. هادو في الغولف 8 ار خارج فيها الكروم وخارج فيها لون نوار وخارج حتى الزرق الا بغيتيه في نفس اللون ديال الطوموبيل. وبالنسبه لي بادكاس ابيك لي بادكاس منفخين شويه وطالعين، هاد البودي كيت خاص بالغولف ار. حاجه اللي ثارت انتباهي هي البواني، ولكن ماشي في هذه الجهه، في الكوتي ديال الشيفور. الكوتي ديال الشيفور كما كتشوف البواني فيها بلاصه السيروت ما مغطينوش، خلاوه تقليدي. مولفين نورمالمون كيديروا الكاش كتحيدو باش توصل لاكسي ديال السيروت الى تسالات لك الحجره، هذه لا خلاو فيها لوترو ديريكتومون كلاسيكي شيئا ما. علاش الله اعلم. رجعوا هنا نلقاو الفولكسفاغن مغرافيه هنايا. الطوموبيل كتجي ايكيبي سور تانتي اغيير، الافون ما كتجيش تانتي كيجي زاج عادي، ولكن مو الطوموبيل فضل يديرها في البلاك، يعني يدير ليها الفيمي افون اغيير باش تبان بلاك ويكمل هو لو لوك ديال البلاك اند بلو. بالنسبه للكوتي اغيير بانت ليا الغطاء ديال الريزرفوار د غازوال بقى هو هو، حتى حاجه ما تبدلاتش فيه. لاغيير لايروديناميك فواتير سبور ديما لايروديناميك كتكون هاربه من طبيعه الحال. ايكيبي بان بيكي سبور 100%، بيكي كيجي مع البودي كيت اللي هو لي بادكاس والبيكي. وللاشاره ملي نكون كنهضر لك نبدا نوريك لي زوبسيون تقول الطوموبيل ما ناقصها والو، سي فغي ما ناقصها والو، ولكن فاش كتجي عند طونجي كودين ضروري ما نديرو موديفيكاسيون. هذه هي الحلقه الجايه ان شاء الله، هذا الجولف اللي عندك كندير لك عليها ريفيو كاينه موديفيكاسيون نديرو فيها، نزيدو هذه دي زوبسيون، نزيدو حوايج اخرين باش نزينوها. واخا اللهم بارك وما شاء الله زوينه بزاف، ولكن ضروري اللمسه ديال طونجي كودين كما كنقول في انستغرام. نبقاو في الكوتي اريير نهبطوا لتحت ومن بعد نرجعوا للبيكي. لي جونط 19 بوص هضرنا عليهم لهيه، الفرق فين كاين هنا ما بين لافون الاغيير كاين في لي ديسك دو فران مختلفين شويه شيئا ما. باغ كونتر لي مويو باردون ماشي لي مويو، لي زيتري دو فران صغارين ايكيبي بان سيلندر. ان سيلندر ما عرفتش تعرفها ولا لا، سي هذا كوتي تكنيك. السيلندر هو اللي كيدفع لي بلاكيت اللي كيشدو ديسك الفران باش كتفراني الطوموبيل. هاد الديسك هذا كاينين جوج بلاكيط دايرين به، وكاين واحد السيلندر اللي كيدفع دوك لي بلاكيط باش كيشدو لنا ديسك الفران باش كتفراني الطوموبيل. هذيك عندها اتري كبير الروادات القدام جوج ديال لي سيلندر د فران، باغ كونتخ هذا كيكون واحد الوسط هو اللي كيدفع لي بلاكيط. لي بلاكيط راه كاملين كنعرفهم، حيت هادو واخا ما تكونش كتعرفهم هادشي لي طوموبيل تولي تعرفهم كوعلى ياقي هادشي اي هلكوك لي فيدونج لي فيتر لي بلاكيط، هادو هما الحاجه الاولى اللي كتحفظ في الطوموبيل. زادوا ليها في القدام واللور هاد لي تخيك هادو، هادو سون دي كوفر اللي كيكوفريو لا جونط. واخا انا بانت ليا صراحه البنو مع الجانطه ما جاش خارج ما كاينلاش، مي كيعطي واحد الجماليه صراحه سبور. الرادار العفريت، هاد الرادار العفريت فيما تشوفو هو وديال القدام عارف الطوموبيل كتباركي راسها، راه ما تحتاجكش طوموبيل ايكيبي بارك اسيست. وهادو هما لي زوبسيون اللي حنا كنديروهم في طونجي كودين كان انستاليون في الطوموبيلات. والطوموبيل واخا ما تكونش ايكيبي سيرتو الكروف فولكسفاغن بلو بارك اسيست كنقدروا نديروه، ودرناه في بزاف ديال الطوموبيلات كما كنقول معليك. تدخل لاباج ديالنا انستغرام فيسبوك تيك توك راه كاين تما تو سكي تكنيك خدمه. عوده الى الموضوع،
نمشيو نشوفوا الكوتي اغيير وخلينا في اللاتيرال اغيير اللي هو الفروج فروج تكنولوجي اي كيو لايت وراها غرافي اي كيو لايت اللهم بارك بزاف هارب ما نعاودلكش شي حاجه خطيره بزاف. اجي معايا نشوفوا لاغيير. بالنسبه للاريير قلت لك لي فيغوج فيغوج اي كيو لايت هما تكنولوجي اي كيو لايت هارب بزاف. سينيال راه فيها سينيال ديناميك، سينيال ديناميك خرج في الجولف 7.5، جولف 7 خرج فيها سينيال عادي 7.5 ديناميك، بدات لا تكنولوجي ديال سينيال ديناميك وهي داخله عندنا هنايا كما داخله في تيغوان وداخله في باسات ارتيون كاملين الجينيراسيون الجديده 2020 بلس فيهم سينيال ديناميك. لا فورم الله مبارك خطيره عجبتني بزاف، بانت ليا من ناحيه الارير اللور صراحه كتبان ليا اغريسيف شريره بهذا المعنى، هذا المعنى الدارجي شريره في الارير وقدام ظريفه شويه معنا. لوغو ار هنا كاين اختلاف، لوغو ار الاختلاف ما بين 7 و 7 باردون 7 و 8 مولفين لوغو كيجي في اللاتيغال في الجنب. هذه المره حطوا لوغو ار الوسط لوغو جديد اللي هو بواني دو بورت اولا بواني دو كوفر او ميم طون راه كاميرا دو ريكول. بزاف كطيح لهم واحد القضيه في بالهم حتى هذه لاحظتها بزاف طونجي كودين كيقول الكاميرا الداخل كيبدا يحل كيبدا يقلب على الكاميرا ما تبانش الكاميرا هنايا ملي كدوز مارشارير كتخرج الكاميرا، الكاميرا كاينه لداخل كتخرج وكيتحل البواني، ما دوزتش مارشارير الكاميرا داخل لداخل راه ما يبان لك والو. بالنسبه لامال هضرنا عليها نهضروا على البيكي، بيكي سبور 100% هاد التقابي هادي ماشي زواق الايروديناميك ديما الريح منين يدخل ملي تكون الطومبيل غاده كتخترق الريح كيجي كيدخل من هاد الجهه باش لا ريزيستونس كونتر لير كتولي قليله ولا بويسونس كتطلع، بغيتي تطلع لا بويسونس كتحكم بزاف العوامل اللي منهم الايروديناميك الريح الفروتمون الشوك الكونتاك مع الريح قد ما قلال قد ما انت تزيد لا بويسونس ديالك. مساله واضحه هذه لي فواتير سبور اغلبيه ما كيديروهمش ايكيبي ب بسوي كلاس اغيغ ولكن مزيان صراحه علاش غتوسخ لك الزجاجه هذه غتعرف قيمه هاد السوي كلاس هادي. هذا ما كيخسرش اللوك سبور على حد شنو بان لي انا. نهبطو شويه لتحت الباكشوك اغيغ كما قلت لك الجينات ديال الجولف ار كاينين هنايا الار معروفه بدوبل بو دي شابمون ا دغوات دوبل بو دي شابمون ا غوش. حاجه واحد الاختلاف اللي كاين بين الجولف 8 والجولف 7 لالين هذه الا بغيتيها يقدروا يجيبوها لك او يعطيوك الطوموبيل كتزيد واحد المونطون واش 3000 ولا 4000 اورو ما عنديش المونطون بالضبط باش كتجيك ايكيبي بلالين اكرابوفيتش. هاد لالين اكرابوفيتش عقل عليها حيت ملي نخدم لك الصوت غتسمع ليا لالين والدور ديالها. لا فورم ديال الديفيزور اللهم بارك الايروديناميك كما العاده ديفيزور عريض كتحس بالطوموبيل عريضه عم تشوفها كتبان لك ثابته قبل ما تسوق ثابته شاده على الارض كتقول لك ما تخافش اركب وعفط وما عندك مناش تخاف ولكن بلات بريسيزي فوتر شوا. لا ما بريسيزيش مون شوا اخي سيري، سيري قال لي بريسيزي طون شوا انا نقول لك لو شوا لا بريسيزي كما قال لي سيري اللي هو ديفيزور خطير الايروديناميك خطيره وغنردو حنا خطير اكثر حيت علاش كاين شي حوايج نزيدوهم في الحلقه الجايه ان شاء الله. نمشيو نشوفوا الانتيغيور على ما اظن ان لاغيغ سهله هضرنا على كل شيء ما نسينا والو هذه مساله بديهيه لي رادار علاش نهضر عليهم. يلا نمشيو نشوفوا الانتيغيور. نبداو على بركه الله نهضروا على الداخل. اول حاجه كنبدا بها ديما اللي هي الساروت نورمالمون كيجي فيهم ساروت لوغو ار هنايا هذه جابت لوغو فولكس فاجن نورمالمون الار مهم بزاف لون بلاسمون ديالو هو هذا ولكن ماشي باي طريقه ماشي باي طريقه عنده الطريقه باش كيتحط الساروت ديال هي هذه الطريقه باش يقدر يتحط باش يبان اللوغو ونورمالمون اذا كان لوغو ديال الار يكون حسن الار اللي كاين هنايا. نبقاو في الكونسول عندك هنايا لي بورت غوبلي اللي فيهم خطيره هاد اللعيبه هادي الا كان شي كاس صغير اولا قرعه صغيره هيا تزير ما كانش ما كتشرب والو ممكن تجمعها وتخدم بها بحال شي حاجه اللي تقدر تحط فيها سوار تحط فيها بزطامك تحط فيها اي حاجه.
وبالنسبة لهنا كاين 12 فولت ديال لاليم سيجار اولا تخدم بها شارجور الا بغيتي، واخا هي ديجا ايكيب ان شارجور ويرليس هو هذا. واللي لاحظت بزاف هنا كاينين البلايص ديال البلايص اللي تنزل فيهم الحاجات ديالك، كلكو سوا باتاغون، كاين هاد لي بورت غوبلي، كاين هاد جيت هاد الكونسول ولا بواط فيتاس، كاين بلا شارجور حتى هو استغلوه. قبل كانوا لي شارجور كتحط التليفون ديالك تحط معاه السوار تيتكربش لك التليفون، دابا داروا ليه هذا، يعني كتحط التليفون يتشارجا كتغطي عليه وكتستغل هاد المساحه هذه في التخزين. كتبان لك هنا واحد الجولف كيفكروك دائما، هنا عيبان لك دوزرق اللي هو اكليراج دومبيونس اللي كيتبدل مع البيبان ومع الطابلو دو بور اللي من بعد غنشوفوه. بالنسبه لابواط فيتاس جينيراسيون الاخرى خطيره في اللوفي دو فيتاس، ما كنهضرش على لابواط، ما نهضرش على التكنيك لابواط، كنهضر على لا كوموند ديال لابواط فيتاس او لا سيليكتور دو فيتاس ولا سيليكتور صغيور، زوين بزاف واعر، ولكن غولف ويت ار خصنا لوفي براتيك، لوفي كبير اللي كيحسسك انك انت في طوموبيل رياضيه فواتور سبورتيف، يعني خصها لوفي كبير. هذا زوين واعر جينيراسيون الاخرى كتقيس طق طق، انت كدوز لي فيتاس الار الان والدي اس اوكي. البي داروها سيباري ان بوطون مولفه نورمالمون، البي كتجي مع لوفي دو فيتاس داروها سيباري، واخا هي بعض المرات كتلف اونتر البي والبي، البي ديال الباركينغ واخا لوغو الباركينغ عارفين هو هذا، اما واحد تعطي طوموبيل تيسوقها اول مره كون على يقين اي تلف اي بغي يرجعها بوامور، البي مود باركينغ عيطلع فرانا ما او لو كونتخيلا اوكي. علاش ما ديروش لنا لابواط فيتاس سيليكتور دو فيتاس كبير شويه؟ هذا زوين واعر، كاين في الاطروه، كاين في الليون، كاين في الاوكتافيا، اوكتافيا طويله كبيره ديال الناس اجي فيها نفس الفيتاس مع الار حشومه. كيما قلت لك هادو كيبقى راي ديالي راي خاص وكل كنشوفه انايا. عندك هنا بوطون ديال ستار ستوب نفس البلاصه تقريبا البوطون مع الجولف 7، الفرق اللي كان هو كان البوطون داير بدلوا ليه الديزاين، هو ما شاعلش، واخا نشعلو حنا الضو نشوفو، كنشعلو الضو كيشعل بالبيض اوكي، نشعلو الضو كيشعلها بالبيض، علاش ما يكونش بالزرق؟ سيرتو الديزاين ديال الار اللي خرجتو خرجتوها فولكسفاجن في الزرق، علاش ما يكونش الزرق وكيسيني يكون حسن. الاوتو هولد، اوتو هولد سيستم اللي كيخليك واخا تلق رجليك من لاكسيليراسيون ما كترجعش بك الطوموبيل اللور، اون فوا كتفريني كطلع لك هي فرانا مان اوتوماتيكمون، مهمه هاد لوبسيون هادي. وبالنسبه لنا راه ايكيبي بجوج ديال لابور يو اس بي تيب سي، ما عرفتش علاش ديما كنقولها، حنا باقيين في البداية ديال تيب سي، باقي الله بادين، باقي الناس عندهم كيستعملوا اليو اس بي، علاش ما نديروش صوتي يو اس بي وصوتي تيب سي يكون حسن، ونطوندون جينيراليزا كلشي ولي عنده تيب سي ونولي نخدمو بتيب سي. لاكو دوار سونترال زوينه بزاف، ريغلابل العبار اللي بغيتي تخرجها تدخلها على سا بوزيسيون ديالك، سيرتو نتا ما تحتاجش لابوط فيتاس كتعطيها المارش افون صافي، واحد تحط يديك راه ما تخدمش بلابوط فيتاس، ماشي بحال المانيوال. زوينه بزاف، مساحه ديال التخزين كبيره زوينه. ندوزو لابارتي افون الفرونتال، ليكرون ديالها ايكيبي بايكرون ديال 9.2 البوس الميب 3 على ما اظن، رجعوا فولكسفاجن حاولوا يرجعوا في الطوموبيل وفي الجينيراسيون الجداد كلشي تاكتيل، واخا هو صراحه في شويه انتقادات منهم انا درت بزاف لي رومارك على التاكتيل سيرتو في الفولون، وانا جايك الهضره ونقول لك علاش. نهضروا على التاكتيل افون اللي فيه ديتريس ديما كيكون في الميليو مزيان، الموني ديال البارك بيلوت او الاد على كوندويت مزيان يكون عندنا خارج، باكونت قبل كان البوطون ديالو لتحت بعدنا خارج على برا. مود اسيستون اللي ما كانش كيكون خارج على برا كيكون في لي فولون، خرجوا على برا حتى هو مزيان، عندنا لاكسي ساهل اوكي. لاكليم وما ادراك ما لاكليم، لاكليم كتدخل الموني ديال لاكليم من هنا من البوطون، اي مانيبيلاسيون اي بيرسوناليزاسيون ديال لاكليم ديرو من ليكرون، صوف تزيد في الحراره وتنقص منها، والراديو تزيد في الفوليوم ديالو وتنقص منه هو اللي كيجينا. ولكن لا رومارك، لا رومارك اللي خطيره بوتيتر يقدر يكون هذا فوت عند الفولكسفاجن اللي هو هاد لابارتي هادي ما كتشعلش بالضو، كتبان بيضه بالنهار مزيانه الاحمر الزرق ما كتشعلش بالضو، بالليل غنكون غادي في لوطوروت في الظلام مره كتشعل واحد البوله هنا اذا شفتيها
كاين هاد البوله هادي ديال ليكتور ديال البانو، ما كتقراش الكاميرا ما كتقراش لي بانو حيت جي بي اس اللي فيها جي بي اس اوروب مازال ماشي ايكيبي بجي بي اس ماروك باش تقدر تقرا لي بلاكيت لي دوني ديال لي بلاك كتاخذهم حتى من جي بي اس. عوده الى الموضوع، الا كنتي غادي في لوطوروت في الظلام سد الطوا بانوراميك ديالك ما كاينش الضو، راه هنا الا ما كنتيش حافظ البلايص راه ما تقدرش تزيد لا طومبيراتور وتا زدتيها بصعوبه وانت سايق، الوغ سي ريسكي صعيبه شويه على السائق وعلى المستعمل ديال الطوموبيل. الوغ علاش ما تكونش شاعله بالضوء وعلاش ما يكونش كاع ماشي طاكسي لهنا؟ انا كيوقع لي بزاف طونجي كودين كيجي عندي شي واحد نديرو لها اوبسيون خفيفه اكتيفاسيون، اون فوا كنبدا مانيبيلي في ليكرون كنسى كنحط يدي هنا كنخدم الشوفاج ولا كنزيد الحراره كنحط يدي كنديرها هادي، راه كنهضر على الجولف كنهضر حتى على الكادي حتى هي 2022 فيها نفس المنظر، كنحط يدي هنا كيتزاد الصوت ولا كينقص. ها هو الانكونفينيون الاول والحاجه السلبيه اللي كاينه في الطاكسي اللي هي هادي، غتحط يدك غتخدم شي حاجه، غنحط يدي غنقدر نخدم، هو السيليكتور كيجي هكا انفو نحرك نديرها غنخدم غنقطع الصوت. الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه بالنسبه للحوايج اللي خرجوهم هنايا اللي هي المود، هنا حاطين المود، حنا في جولف ويت اير خصنا شي مود يكون مرجل مود صحيح، فهمتي يبان لك كاين المود وشاعل كيسيني فهمتي ان مود، سيرتو الا شفتي هنا مود وهنا الا رجعنا جيت الضو فين داروا السيليكتور اولا الكوموند ديال الضو حتى هنا راه كاين مود، الفرق بيناتهم هي كاين هنا طوموبيل وهنا كاين ضو. واحد شرا جولف ويت ار اول مره عجباته ما كيعرفش هذا الشيء، راه ما يعرفش الفرق بين المود والمود، هنا مود طوموبيل مود ضو ما يبانش الفرق. علاش ما تكونش درايف سيليكت تكون شي حاجه رجوليه وباينه، راه حنا في جولف ويت ار راه يعني راس السوق اخر ما كاين في الجولف ما عندكش فين تطلع، راه طلعتي وصلتي للحد. بالنسبه لا بارتي فرونتال نبقاو فيها دائما من غير ليكرون والداخل شنو فيها، تفكرت واحد القضيه مهمه كانت في الجولف 7 وكانت في الطوموبيلات كاملين اللي هي باش كتسيباري لا تراكسيون على لو اس سبور ديزاكتيفاسيون ديال لو اس سبور. لو سبور هنايا ما كاينش، مولفين في جولف 6 كنحطوه هنا قدام ما كاينش فين هو، عرفتي الا بغيتي تدخل ليه راه تضرب واحد الدوره. دابا انا واقيلا ندخل ليه غنتلف راسك، دابا ندخل نقلب عليه باش نديزاكتيفي لو اس سبور غنتلف، هو غالبا غيكون مع كار نشوف فيكول ابيتاكل و ايماجين انا تلفت فيه يلا و والله الا انا تلفت فيه فين كاين الستاتي لي دوني وقال بنت على لو سبو فرا ايماجين. دابا تخيل انا اللي مولف الطوموبيلات كندخل كنقلب والله حتى تلفت فيه لو سبو باش ديزاكتيفي الاوف بعيد بزاف مولفين، خصو نورمالمون شي حاجه اللي تكون قريبه بزاف، علاش انت صايق طلع لك الدم الطوموبيل تاعي غيطلع ليها الدم في السوكان، ديزاكتيفي لو سبور باش ما تبقاش تجلسي الطوموبيل وراك للطريق. الوغ هادي نقطه للاشاره فقط. بالنسبه ليكرون 9.2 بوص بيان ايكيبي، المنيو فيها واعر اللهم بارك، ليكليراج دومبيونس ليكليراج دومبيونس سوا كتعطيها هي ليكليراج كتعطيك اون باراليل مع الكوكبيت و ليكرون كتختار على اللون فوالا هي كتعطيك اوكي. سينو كاين انديفيديال انت كتختار كيما بغيتي تبيرسوناليزيه راسك، انا سيدي كيعجبني الزرق غنديرو الزرق. شنو اخر هنا شتي هنا راه دارو سلايد سون كونتاك بحال اللي خرج في الهارمان استسمح توناليتي راديو هادو كاملين اب كونيكت هادشي كامل. جي بي اس ماروك مازال ما كاينش بزاف كيسولوا على جي بي اس ماروك في الجولف ويت جي بي اس ماروك الو طونجي كودين جي بي اس ماروك مازال ما كاينش لاكتيفاسيون ديالو، كاين دابا جي بي اس اوروب اللي حاضر هاد الساعه. ندوزو الكوتي كونديكتور فاس ا فاس، انت فاش كتكون سايق شنو كتشوف؟ البلاصه اللي كنسوق فيها انا كونديكتور هي هذه هنا، انا فين نهضر على الكونفينيون ديال التاكتيل. ان فوا تقدر دير المود من بعد رجع لك لي مود، دير مود ريس خصك تشد الفولون تحكمو مزيان وتبدل لي باليط، وهاي الديك كيتحطو على التاكتيل وتقدر تخدم اي حاجه
فهمتي ديرها تخدم اي حاجه. التاكتيل ديال فولون ايكيبي بدي توش التاكتيل هنا ار، ولكن فكرت في واحد القضيه بويسكو تاكتيل التليفون حتى هما راه تاكتيل، علاش ملي كنديرهم في جيبنا ما كيدوزوش لينا لابيل وما كيدخلوش لشي بلاصه حيت فيهم مود فيروياج؟ علاش هذا الفولون ما فيهش المود فيروياج؟ كتفيرويه واخا تورك على لي بوطون ما يخدموش لك لي تاكتيل. عندك لا كوموند هنا ديال توسكي اد على كوندويت، وبالنسبه لهنا لا كوموند ديال لي دوني ديال الكوكبيت وديال ليكرون. فولون شوفون خرجوا لي هنا الشوفون لي فيو هنا الكوكبيت ديجيتال، نهبط لك شويه باش يبان لك الكوكبيت ديجيتال راه فيه كنظن خمسه ديال لي فيو، خمسه لي في. قرب هنا شويه باش يبان مزيان. هذا الفيو ديال ار، الفيو سبور ديال ار، وكاين هذا الفيو هذا. والمود حاجه اللي داروها زوينه عجبتني اللي هي هذا الار هنايا، من هنا كدوزك لي مود د كوندويت. شوف ليكرون هنا عندي عيبان لك هنا لي مود كونفور سبور ريس، هنا تزادوا دي مود جدادين اللي مولفين حنايا، مولفين كونفور سبور في الجولف 7 ار ريس انديفيديوال. هنا ريس كاينه دريفت، هنا كتعطيك اون فوا كتشعل دريفت كتعطيك بلي راه كتولي الطوموبيل كتجليسي نوعا ما، يعني خص بنادم خص يكون كيعرف يسوق عادي يسوق بهذا المود هذا، اولا كديروا بيرسوناليزي لو مود دريفت اولا سبيسيال. احنا هضرنا على الحلبات ديال نوربر جرين شيا، هي هادي فهاد سبيسيال وفهاد لو مود فين جابت الطوموبيل 270 كيلومتر في الساعه لا فيتاس ماكس و 333 اش بي فهاد الحلبه هادي. اولا انديفيديال، انديفيديال كتقدر تبيرسوناليزي لو مود ديالك. ايماجين هادي واعره بزاف في لي مود، كتبيرسوناليزي لو مود كيما بغيتي، الديريكسيون واش بغيتيو كونفور قاصح، لونترينمون واش بغيتيو، واش بغيتيو يكون سبور، بغيتيو يكون ريس حتى هو، الصون ديال الموتور واش بغيتيو ريس سبور، بيرسوناليزي واحد المود كيما انا بغيتو. هادي واعره بزاف خطيره عجبتني. نرجعو للفولون هنا لي بيدال اولا لي باليت فولون اللي كتشونجي فيهم ملي كتكون في المود ريس اولا المود كوندويت. نمشيو للكوتي الجناب البيبان، البيبان هنا كاين الفو كاربون سي با كاربون 100% اللي كاين في الطابلو هنايا، علاش ما نديروش كاربون 100% وهي غولف 8 ار. هنا الكوموند كما هضرنا عليها حتى هي تاكتيل، الفوق مرايا، لونيت سونترال اولا الروتروفيزور سونترال، علاش رجعوا للور نورمالمون خص يزيدوا القدام. لا لونيت سونترال ديال غولف 7.5 كتجي كامله زاجه، وغولف 7 كتجي فيها هذا البونداج هذه، وهنا رجعوه هنا بحال ديال غولف 7. كاميرا لين اسيست، هذه ايكيبي بلاين اسيست فرونت اسيست والاسي سي، والكوموند ديال توب بانوراميك اللي هي تاكتيل شي هكا كدفع كليك واحد يقدر يتسد طوا، كليك واحد يفتح، سينو تقدر تحكم فيه كما بغيتي، الضوء هو تحكم فيه تاكتيل. بالنسبه للبولات هادو مزيانين جينيراسيون الاخر الفوزفان كاملين عندهم بولات مايلين، هادي ضاربه في الكوتي باساجي وهنا ضاربه في الكوتي كونديكتور كتشوف فيك اللوغو في الايرباك اللي بان ليا دابا زوين الله مبارك جينيراسيون الاخر ديال لي لوغو. يلا نشوفوا شويه لي سياج ونفيناليزيو هاد الريفيو هذا ان شاء الله. فوالا نهضروا شويه على الكوتيت البيبان، البيبان راه هما ايكيبي كما قلت لك بلو فو كاربون وشي كاربون 100% اكليراج دومبيونس اللي كيجي في البيبان بربعه بيوم وفي البلونشي وتا في الكونسول سونترال. هذا الاسباس هذا كبير بزاف يتسع اكثر من قرعه الماء، شي حاجه كبيره بزاف. سيستم سونوريزاسيون هارمن كاردن ما مكرافياش هنا كاينه في لي تويتر. وبالنسبه للسياج، للسياج الكتريك كوموند ديالهم الكتريك تحكم فيهم كي توقف الكتريك، ايكيبي بيرفوري ميليو 100% كوير، ايكيبي بالميليو بيرفوري، ومن الجناب لو فو كاربون اللي كيعطي لوك الكربون، والديزاين ديال لو بلو اولا الزرق اللي معروف اللي معروف في الجولف 8 ار اولا الجولف الار اون جينيرال. وبالنسبه لي سياج سون باكي 100% دي سياج سبور، لوغو في الميليو ديال الار في الزرق، ديما محافظين على الكولور الزرق حتى في الانتيغيور باش يعطي واحد بحال قلتي كولور كوربوراتيف ديال لا مارك اولا ديال لا فيرسيون اولا ديال لا غام ديال الار. نشوفوا الكوتي اغيير، كاين لا كليم اغيير كليم ديجيتال حيت هادي فيها كليم بيزون لا زون اغيير ولا زون افون. وبالنسبه لي سيرج كما قلت لك باكي فيهم هذا الزرق، ضرب لهم هذا الزرق هنايا مع لي سيرج، وزايدين فيهم هذا لي سباس ديال التخزين اللي مهم وزوين. سيرجو انت جالس اللور مسافرين نقدر ندير تليفون هنا، نقدر ندير اي حاجه هنا بسطام مزيان. وعاد هذا مساحه التخزين اللي هي كبيره اللي مولفينها في كراسه كاملين، السماطي السماطي راه بقاو نواغ، والداخل كامل فول بلاك، وكما قلت لك الضو ديال الداخل
حتى في اللور جا مايل كوتي باساجي غوش باساجي دروات ايكيبي بان ايرباغ لاتيرال ايرباغ في السياج ايرباغ لاتيرال ايرباغ فلونتال كنظن شي 6 ولا 8 لي زيرباغ اللي كاينين في الجولف ويت ما عنديش 100% لافورماسيون الوغ بالنسبه لي سباس ما كنهضرش عليه بزاف حيت لا طاي ديالي ما كتسمحش لي باش نعطي العبار نقول اطول حيت الطاي ديالي ديجا قصير الوغ الطوموبيل كتبقى سبورتيف ما نهضروش على لا طاي ديالها ما كيهمش حيت هذه الطوموبيل كتشريها انت حيت انت عشاق الجولف ويت ار وعشاق ديال لي فواتير سبور الوغ ما يهمكش هنا لي سباس اريير وداك الشيء حيت الطوموبيل غالبا ماشي تسافر بها ولا على من بان ليا على حسب على حد رايي هذا كله ما يخص لابارتي اريير. نديرو الفقرة الطرابية ان شاء الله نديماري الطومبيل ديالنا. اوكي نمشيو مود بمود نسمعو الصوت نخليو في مود كونفور نورمال. مود سبور نمشيو المود ريس دريفت اكتيفي نمشيو المود سبيسيال ما شاء الله الصوت كان خرافي للغايه بزاف هارب بزاف هرمون السعاده الدوبامين كيبدا يخرج لك فاش كتخدم هذا المود دريفت وكتمشى في الطريق سواء البوزيسيون ديال الطوموبيل سواء الحركه ديالها سواء الصوت النغمه ديالها بزاف اللهم بارك يلا نمشيو ندوز نشوف حاجه اخرى ندير معكم واحد تيست درايف ديال نديرو المود نختار مود واحد اللي هو مود ريس ما نقدرش ندوز لي مود كاملين مود ريس دريفت وانكسيري ونشوف شويه ما بين الصوت وشويه لاكسيليراسيون كيدوز الصوت يلا نورمالمون لي بريباراسيون ديالنا كيفاش كنديروهم كنديزاكتيفو لو سبور ولكن حيت هادي فيها المود ريس دريفت اوتوماتيكمون كيحيد لك كيقولها لك كيحيد لك لو سبور اون باراليل كيتبدل لوك الكوكبي شي لو سبور ديزاكتيفا اوتوماتيكمون في المود دريفت الوغ غنديروها حنايا سومي اوتوماتيك يعني حنا اللي غنبدلو لي فيتاس راسنا فوالا ونتوكلوا بلا نش كونترول نديروا واحد لاكسيليراسيون خفيف طريف وندوزو معكم في الفيناليزاسيون ديال الفيديو اسمع البوبان دبانك اسمع راه تيلمون لو مود دريفت و لا بويسونس في الطومبيل والله اللي اللور راه ما يقدرش يصور وما يقدرش يوقف بلا ما يدير الصمتة راه صعيب بزاف راه الخيال العلمي ما يمكنش يلا تفكيت قالك استاذة لطيفة اللي كانت كتصور والله الا ما قدراتش مسكينة اسمحي لنا استاذة لطيفة والله الا لا تفكيت والله هادشي كامل على قبل من الجيش الكوديني اللي يسهل كل حاجه لطيفه هي اللي نورمالمون شاده تسكي فوتوغراف وتصوير ديال هاد لي فيديو اللي كتفرج فيهم كاملين كنشكروها كنطلب علاش كنقول لكم ديروا لي لايك شتي اه والله نورمالمون راه خصها جائزه احسن مصور والله الا لا بصح والله الا كنعاني راه باش تلقى لهم بلاصمون اللي كتصور فيه دابا دابا فراسكم والله الا لا سامحين في المحل حتى مخلين لكم المحل الناس اللي لي كليون اللي يجيو يسقسيو ويبغيو لي زاكسيسوار ما يلقاوناش حنا كنصوروا الريفيو ديال غولف ويت الوغ كنشكركم بزاف وما تنساش تخلي لايك بارطاج شكرا استاذ لطيف شكرا على التصوير ديالك يلا ندوزو دابا فينال الفيديو ان شاء الله يلا شكون تبغي يدير فينال الفيديو انا ولا استاذ لطيفه شكون اللي يدير فينال الفيديو يلا دوز 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 معايا تشوف شكون يفيناليزي الفيديو انا اللي فيناليزي صافي انا اللي نفيناليزي الفيديو انا انا كما خلاك بور الشعبيه داري 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 يلا دوز حيدرك مقيد
كنظن هذا كله ما يخص الغولف ويت ار. نحاولوا نفيناليزيو لكم هذا الفيديو بطريقة الكودينية. عود علاش؟ شكون اللي بدا؟ هذا الأستاذة طفية اللي بدات الفيديو، بغات تسير الفيديو. اوكي هنا يلا تولى القيادة وهي تسير لكم الفيديو. الحلقة ديال غولف ويت سالات، نتمنى تعجبكم بزاف، ولكن ضروري من لي لايك، لي لايك باش تشجعونا من هالقدام نزيدو، حيت راه كنضربو تمارة على التصوير وعلى لومبلاسمون وعلى بزاف د الحوايج ما كتشوفوهمش. إلا شجعتونا حتى حنا غنزيدو القدام وغنحاولو نجيبو أفكار جدادين، دي فيديو جدادين، مي إلا ما كانش التشجيع راه كتهرسونا الصراحة. وكنشكركم بزاف. المهم الجيش الكوديني كنشكروه بزاف بزاف بزاف، ومازال كاينه حلقه ثانيه. انا حرقت لكم المراحل، مازال كاينه حلقه ثانيه اللي هاد الجولف هذه اللي كتشوفوا غادي تبدل وغتولي اغريسيف، شي حاجه طوب طوب طوب، واخا هي راها واعره. يلا الى هنا انتهت حلقتنا، السلام عليكم.